من دبي انضم الينا مراسل الغد عبد الله الزعبي. عبد الله، تفاصيل المشهد لديك، هل تمت السيطره بالكامل وعادت يعني حركه السفن في الميناء الى طبيعتها؟ نعم، بالفعل يعني تفاعلت أو تعاملت كوادر الدفاع المدني والإسعاف وكوادر الإنقاذ أيضا المتواجدة في ميناء جبل علي مع هذا الحادث بشكل سريع، خاصة وأن المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد أعلن عن أنه تمت السيطرة على الحريق الناتج عن انفجار حاوية على إحدى السفن القادمة من جزر القمر، قد تمت السيطرة عليه وفي خلال 40 دقيقة من قبل كوادر الدفاع المدني. طبعا هذه أو هذا الحادث، وبحسب الأخبار الصادرة أو الأخبار الرسمية الصادرة من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، لم يسفر عن أي إصابات أو أي وفيات خلال الحادث، وقد تم التعامل مع طاقم السفينة بشكل سريع وإخلاء طاقم السفينة بشكل سريع دون وقوع أي إصابات. السفينة كانت تحمل نحو 130 حاوية، يعني بعض هذه الحاويات تحمل مواد قابلة للاشتعال، لكن قد تم التأكيد من قبل القائد العام لشرطة دبي بأن هذه المواد غير مشعة وغير متفجرة، إلا أنها قابلة للاشتعال. هناك أخبار بأن هذه المواد هي قد تكون مواد عطور وأيضا مواد تجميل، لذلك أدت إلى هذا الحجم من قوة الانفجار الذي شعر به سكان دبي الليلة الماضية. نعم، عبد الله زعبي مراسل الغد من دبي، شكرا جزيلا لك.